لا تخشي على ثمامة يا أم، أشعر أنه بخير وأنه سيظهر قريبا. أرجو أن يصح ظنك يا بلقيس. ما يسوقنا إلى الهاوية سياسة أبي، ليس عمر ولا خلافات القبائل ولا نجاشي الحبشة. ويدك يا بلقيس، أنت ترين حالة أبيك؟ أجل يا أمي، ولكن يجب علينا أن نواجهه بالحقيقة قبل أن يفلت زمام الأمر من أيدينا.